أنا لم أهاجم أحد. أنت قلتي بالأول محمد رمضان كان كويس ومؤدب ولبق. استني بس بقى. سألت عن محمد رمضان، أنا عملت معاه مسلسل حياة وبنعيش، أنا والعظيمة ليلى علوي وباسم السمرة وهو. طيب فعملت المسلسل، كنت ما بسأل على الولد علشان كانت أول تجربة ليا معاه. أوكي. يقولوا لي في الجامع بيصلي بيعمل، كنت بحب أعيد معاه المشاهد بتاعتي قبل ما نخش عشان انا مش عايزه وجع قلب، انا عايزه شوت يعني. انت واخده بالك؟ وبعدين بيسالوني عن محمد رمضان، رايك ايه في محمد رمضان؟ ربنا يزيده من نعيم الله، بس من تواضع لله رفعه. ياخد 200,000 بتاع، لغايه الاستاذه سميره عبد العزيز ما قالت، كنا في ندوه من الندوات، انها اتطلبت عشان تعمل دور ام معاه فرفضت. قال لها انت ايه يا شحاتة، ده انت بتاخدي 20,000 جنيه، انا اخد ايه 200 مش عارفة ايه. بس هو نفى الكلام ده يا رجاء، هو نفى الكلام، هو قال هو رد. استني بس انت. طيب معاكي. الراجل بيبقى قاتل وبيبقى سارق، ولما تيجي الحكومة تسأله او اي حد يسألك والله ما عمل جرى ايه، يعني انت مش مصدقة. اصل سمير عبد العزيز انسانة قيمة وقامة وست مثقفة وست عظيمة جدا ولا تعرف اللوعة، وبالتالي لما تقول ده حصل يبقى حصل. يعني كلمتها مقابل كلمة محمد رمضان. طبعاً كلمتها أنا الحق. أنا مصدق سميرة عبد العزيز لأنها بكت كمان بالدموع، قالت 20,000 جنيه حلوين بس أنا بعرف بصرفهم في إيه، هو بياخد الـ200 دول بيصرفهم في إيه، بيصرفهم على إيه. بس إنما أنا لا أهاجم، لا من صغري أهاجم زميل ولا زميلة، ولا أتدخل في حياتهم الشخصية ولا حياتهم الزوجية، وعمري لا اتخانقت لا مع مخرج ولا مساعد مخرج ولا مع زميل ولا مع زميلة. وتاريخي يشهد. بتفتكر الأعمال اللي قدمها محمد رمضان أو اللي بيأدوا نفس أدوار محمد رمضان عززت فكرة البلطجية بالشوارع وبالسينما؟ عززت الموضوع ده؟ كبرته؟ كبرت مين؟ موضوع البلطجية اللي بنشوفها بالأفلام. صار الشباب بحاولوا يقلدوا الشخصية دي، بحاولوا يتمثل. يا أستاذة يا فاضلة، أنا في مستهل كلامي قلت لك الفن تنوير، الفن ثقافة. يعني البت اللي جابوها اللي قد كده ومسكت السكينة وعملت زي ما عمل محمد، أنا يا وليه اللي عندي 85 سنة ما أعرفش أعمل اللي البت عملته عندها 7 سنين ولا 6 سنين. لا طبعا. طيب عمرو سعد ومصطفى شعبان عملوا برضو نفس الحاجات والحركات دي. الطفل من سن صغير مقلد وبيختزن أشياء معينة، وإذا ما شاهد بعينيه فعل. دي حاجات بتترسب في نفسية الطفل، دي ناحية اسألي فيها علماء النفس. طيب يعني مش ممكن. طيب خليني اسال، اقول لك حاجه دلوقتي. الناس السينما هي مرآة المجتمع، صح؟ صح. يعني دي الحاجات موجوده في مجتمعنا، احنا بنترجمها في الاعمال التلفزيونيه او في الاعمال السينمائيه. معايا؟ معاكي. طيب يعني في شرائح مختلفة في المجتمع. بالزبط. في الناس اللي بتصلي وكويسة وفي ناس الوحشة، يعني احنا بننقل المجتمع على شاشتنا. انا ما بفترضش ان في حد وحش، انا بفترض ان في حد مغيب وبالتالي ما بيؤمنش بالاشياء الكويسة، هو حاطط في نفوخه هو كده. انا بكلمك بجد، انت النهارده ما بتتفرجي على الفيلم تقدري تعديلي عدد الطلقات بتاعه الرصاص اللي بتنطلق في الفيلم كام رصاصه؟ لا ولا مره فكرت والله. ولا الحرب. بلاش نغلط نفسنا، واجهوا الحقيقه يا جماعه.